بين رجال الأمة، من للأمة روحا بدل فبهم تجد الغمة. رجال ما عاشوا للتجارة، رجال بنوا بالعلم منارة، رجال ما عاشوا للتجارة، رجال بنوا بالعلم منارة، رجال ما عاشوا للتجارة، رجال بنوا بالعلم منارة، نشروا كل حضارة، فسموا فوق القمة، فسموا فوق القمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكمة اليوم أو خاطرة اليوم من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان، عنوانها أخطر على الدين. يعني ما هو أخطر شيء على الدين؟ قال: الذين يسيئون فهم الدين أخطر عليه من الذين ينحرفون عن تعاليمه، أولئك يعصون الله وينفرون الناس من الدين وهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله، وهؤلاء يتبعون شهواتهم وهم يعلمون أنهم يعصون الله، ثم ما يلبثون أن يتوبوا إليه ويستغفروا. من هو أخطر شيء أو من هم أخطر الناس على هذا الدين؟ الذين ينحرفون عن تعاليم الإسلام أم الذين يسيئون فهم الإسلام؟ من يجيبني؟ الذين يسيئون. لماذا؟ لأن الذي ينحرف يعلم أنه يعصي الله، يعلم أنه مخطئ. التي تخلع الحجاب ولا تصلي تعلم أنها عاصية. كم من الناس عندما نقول لهم ألا تصلي يا أخي يقول لنا أدعو الله أن يتوب عليه. إذن هو يعلم أنه عاصي وأنه بحاجة إلى توبة وأنه غافل وأنه بحاجة إلى أوبة، لكن الذي ينحرف عن تعاليم الإسلام سواء انحرف بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه، سآتي بمثالين. الذي يستبيح دماء المسلمين مثلا، أو بثلاثة أمثلة، الذي يستبيح دماء المسلمين، هذا المثال الأول، بزعمه أنهم كفار فيتقرب إلى الله بذبح المسلمين، هذا أخطأ عندما لم يقرأ النصوص صحيح بشكل صحيح، وأخطأ عندما فهم تلك النصوص فهما خاطئا، وأخطأ عندما تقرب إلى الله بالفهم الخطأ، وأخطأ عندما تقرب إلى الله بتطبيق ما فهمه فهما خاطئا، أخطأ في كل هذه المراحل. هؤلاء الذين نقول عنهم إنهم كلاب أهل النار، يذبحون المسلمين ويتقربون إلى الله بذبح المسلمين، هؤلاء الذين نفروا الناس من هذا الدين، أو يعمل الغرب ومن صنعهم على أن ينفروا الناس من هذا الدين. مثال. المثال الثاني من الرافضة. المثال الأول من التكفيريين، المثال الثاني من الرافضة. الرافضة يهاجمون أهل السنة، يهاجمون عموم وجماهير المسلمين، والرافضة يستبيحون مثلا نكاح المتعة ويجعلونه عبادة ويتقربون إلى الله بهذه العبادة. استباحتهم لهذا النكاح إساءة لفهم الإسلام، إساءة. هو صار أشبه بالزواج، يعني بزواج أو ليس بزواج، أشبه بلقاء العاهرات، رجل وامرأة بيمشوا مع بعض 24 ساعة وبعد ذلك كل واحد بيمشي بحال سبيله. شو الفرق يعني بين هذا وبين أنه يعقد بينه وبينها عقد ليوم واحد؟ الزواج على التأبيد،
وهيك الزواج لا يكون لليلة ولا لليلتين، ليلة وليلتان هذا لا يراد منه بناء أسرة ولا أولاد ولا تربية ولا التزامات مالية وقانونية وأدبية. هم قالوا هذا دين وفهموا به الدين فهما خاطئا ثم تقربوا به إلى الله. هؤلاء لا يشعرون أنهم يخطئون، الطرفان ها لا يشعر أنه مخطئ، يرى أنه على الدين، بينما الفريق الأول اللي انحرف اللي عصى الذي يا أخي ما ترجع لله، دعي لي الله يرد، دعي لي الله يتوب عليه، هذاك أحسن منه. التي تعصي الله عز وجل وهي سافرة وشبه عارية خير من الذي يفهم الدين فهما خاطئا ثم ينفذ هذا الفهم الخاطئ على الواقع، سواء كان تكفيريا أو كان رافضيا. أو المثال الثالث ونختم به كلامنا، عندما يأتي إنسان باسم العلمانية، قال لي أحدهم أنا علماني وأصلي وأصوم وحججت إلى بيت الله الحرام، إيه أهلا وسهلا، والله شيء طيب إذا صليت وبتصوم وحجيت لبيت الله شيء طيب. قال لكنني لا أعتقد أن الإسلام له علاقة بالحياة، فهم خطأ، خلل بالفهم. قلت له أنت تريد أن تخضع الإسلام لأيديولوجيات أنت قرأتها عن أديان أخرى عن شرائع أخرى ثم تريد أن تسقطها على الإسلام، الخلل عندك، ما علاقة الإسلام؟ الإسلام لا يؤمن بهذا الكلام، الإسلام يتابع أحدنا من صرخة الوضع إلى أنة النزع من البداية إلى النهاية، وحتى قبل ما يتزوج الأب يقول له بدك تختار الزوجة الصالحة التي ستكون أما لأولادك وأهلها سيكونون أخوال وخالات لأبنائك، يرفعوا رأسهم هذول الأولاد، ما بصير تسيء الاختيار، بدك تحسن الاختيار. وبعد ذلك حتى بعد الموت قضية متصلة، لا يتركك. عندنا في الإسلام قانون جزائي وقانون بدني وقانون دولي، الإسلام ليس صلاة وصيام فقط، الإسلام منهاج حضارة. فهؤلاء الثلاثة التكفيريون الرافضة العلمانيون كل منهم أساء فهم الدين أو أراد أن يسيء فهم الدين ثم سار على طريق خطأ فاختل عمله واختل ميزانه واختل طريقه إلى الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. بينما الذي عصى عصى وهو يعلم أنه عاصي، هؤلاء عصوا ويقولون نحن لا نعصي، نحن لسنا مخطئين، نحن نتقرب إلى الله بهذا، أنتم الجاهلون. خذ بقى كمان، خذ اتهامات وكذا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا سأعيد قراءة العبارة بشكل هادئ. الذين يسيئون فهم الدين أخطر عليه من الذين ينحرفون عن تعاليمه. أولئك يعصون الله اللي عم يسيئوا فهم الدين وينفرون الناس من الدين وهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله، وهؤلاء اللي عصوا الله عز وجل وهم يعلمون أنهم عصاة يتبعون شهواتهم وهم يعلمون أنهم يعصون الله ثم ما يلبسون أن يتوبوا إليه ويستغفروا. والله مو كلام درار، طبعا نحن عم نختصر عشان يعني خمس دقائق ممكن زيد دقيقة غصبا عنا تتم الفكرة، لكن لو أردنا والله لهذا الكلام هي يعني هذه الخاطرة، لو أردنا ساعة، لو أردنا مواضيع، لو أردنا ساعات، لو أردنا محاضرات لما كفت. لكن حتى تعم الفائدة على كل مستويات الثقافية وكذا إن شاء الله تعالى نحن نختصر هذا الاختصار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أين رجال الأمة؟ بل للأمة روحا بذل فبهم تجل الأمة. أين رجال الأمة ذهب؟ أين رجال الأمة؟ بل للأمة روحا بذل فبهم تجل الأمة. أين رجال الأمة ذهب؟ أين رجال الأمة؟ بل للأمة روحا بذل فبهم تجل الأمة.
حمزة والرشيد؟ أين طارق وابن الوليد؟ أين حمزة والرشيد؟ أين طارق وابن الوليد؟ أين حمزة والرشيد؟ أين طارق وابن الوليد؟ أين حمزة والرشيد؟ أين طارق وابن الوليد؟ أترى يولد من جديد رجل يحيي